توقع برج الجوزاء الموافق الثلاث 2 يناير 2023. انت النهارده يا جوزاء غير حاسب، لكن بمجرد انك تاخد قرار مش هيوقفك اي حاجة انك تنفذه. مع مربع القمر اللي هيبقى في عطارد هيدعوك انك تتأمل شوية. انت زي اي شخص بتمشي، بس بتحس نفسك ماشي بشكل مشدود. هتبتدي تنتقل ما بين افكارك وعواطفك، وهتفتكر ان كل خطوة هي انتصار، لكل سقوط كان عندك درس. نصيحتي ليك، ما تخليش عقلك يقنعك بانك مش عارف تشوف وجهتك وتحديات الحياة اللي هتبقى من خلالها اقوى في تفكيرك. في امور القلب هيخلق القمر مع المريخ مربع، وهيبقى فيه توترات. هتفتكر النهاردة يا جوزاء ان الحب قدامك هيقودك، وهتبقى بتتابعه النهاردة. مش هتبقى قاضي، لكن هتسمح لشريكك بانه يعبر عن مشاعره حتى لو كانت مختلفة عن مشاعرك في اليوم ده. هتخرج النهارده من عطارد في الشغل بسبب تراجعه، لكن هتبقى هواك نقي اكتر، عندك نظرة جديدة فحصة في يومك.